أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة مع برنامجكم مصر الآن. البرنامج النهاردة بيعالج مشكلة كبيرة جدا بتقابل كل واحد فينا في الشارع. ما هي قوانين التي تحكم المواطن وضابط الشرطة ورجل الأمن؟ هنتعرف معاكم إن شاء الله، ومعانا الدكتور محمد حلمي، المستشار محمد حلمي محامي بالنقد والدستورية العليا، حاصل على الدكتوراه. هيكلمنا إن شاء الله عن العلاقة ما بين الرجل المواطن ورجل الشرطة في الشارع. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك والحمد لله على عودتك سالما الحمد لله، وربنا يحفظنا منك. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يعزك يا رب. الحقيقة موضوعنا النهاردة هو موضوع يهم كل مواطن، وكل شخص ماشي في الشارع لابد أن يكون عارف إيه حقوقه وواجباته وإيه التزاماته. تمام. وده يتعين علينا في الأول، لأن احنا هنتكلم عن حقوق المواطن وحريته وحرمة شخصه وحرمة مسكنه وحرمة سيارته اللي راكبها. لازم نقول نجيب الأساس هذه الحرمة وهذه القدسية. تمام. الحقيقة الحرمة والقدسية دي جات من الدستور اللي هو أعلى قانون في الدولة. تمام. الدستور نص على بعض أو أغلب الحقوق الأساسية لحق المواطن، اللي هي حرمته وحرمة حياته الخاصة وحرمة مسكنه ومتى يجوز القبض عليه وتفتيشه. يعني الدستور بينص بيقول المواطن للبيوت حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بإذن قضائي مسبب. تمام. وحق المواطن في سلامة جسده وشرفه واعتباره، وحرية المواطن في التنقل بحرية. فده ماشي. بالإضافة في نص الدستور على أن كل متهم أو كل شخص بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي عادل يكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه. تمام. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو بقانون. تمام. ولابد وأن يكون القانون أو النص صادر بعد ارتكاب الواقعة وليس قبل الواقعة. تمام. لأن القانون الجنائي لا يطبق بأثر رجعي. تمام. حتى لو ارتكبت فعل مجرم وما كانش مجرم ساعة ارتكابه وأصبح مجرم لا يعد محاكمة الشخص. يعني لو القانون صدر بعد الجرم لا عقاب. جرم لا عقاب، لا أثر رجعي، لا يطبق بأثر رجعي. لا يطبق. تمام. معايا حضرتك؟ تمام. والحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس فيما عدا حالة التلبس بجريمة. تمام. و الحقوق والحرمات الشخص ده ليها أساسها، وحرية الأفراد لها أساسها في القانون وفي الدستور. متى يجوز لرجل الشرطة القبض على المواطن في الشارع وتفتيشه؟ هي حالة يجوز له القبض عليه في حالتين اتنين لا ثالث له. تمام. الحالة الأولى حالة التلبس بارتكاب جريمة. تمام. والتلبس يعني القانون حدده بوضوح جدا في المادة 30، لازم يكون مأمور الضبط القضائي شاهد الجريمة حال ارتكابها. تمام. أو عقب ارتكابها بفترة بسيطة برهة، يعني النص القانون بيقولك برهة يسيرة. يعني عقب وقت صغير جدا، وقت برهة عقب ارتكابها برهة يسيرة، أو تتبع المجني عليه للجاني زي اللي احنا عارفينها في المثال العالم العام، يعني واحد سرق واحد وبيجري وراه ويقوله حرامي حرامي، ده تتبع المجني عليه. مظبوط. أو مشاهدة الجاني يحمل آثار الجريمة أو بيه آثار الجريمة عقب ارتكابها مباشرة، يعني معاه سلاح، معاه دم، عليه دم وبيجري والناس وراه. في حاجة ملفتة للنظر هو شايفها من وجهة يعني نظره، إن رجل الشرطة شايف إن دي حالة التلبس دي فيها إجرام جريمة حاجة. بالزبط. لابد ان يكون وتكون جريمه، وشرط كمان الجريمه. تمام. ان تكون هذه الجريمه معاقب عليها بالحبس على جنايه او جنحه، معاقب عليها بالحبس مده تزيد على 3 شهور، لان ده هيجي لنا بعد كده. تمام. يعني تمام. انت ارتكبت مخالفه، هنيجي لها بعد كده، مثلا ما معكش مش شايل بطاقه او مخالفه سياره. هل ده يعتبر تلبس بالجريمه يبيح القبض عليك؟ لا يبيح. مظبوط. فالتلبس لانه ما فيهوش حبس اكتر من لازم يكون الجريمه دي معاقب عليها بالحبس مده أكتر من 3 شهور. من 3 شهور. تمام. اكتر عشان يبيح القبض. تمام. اول حاله اللي هي حاله التلبس، واللي نظمها القانون بوضوح جدا، والمحاكم
وبالذات محكمة النقض متشددة جدا في تطبيق هذا النص. تمام. ليه؟ عشان ما فيش ما يتمش تجاوز وتغول على حقوق الأفراد بالزبط. او اصطناع اللي احنا بنقول عليه تلفيق حالة التلبس او اصطناع حالة التلبس. اصطناع الحالة اصطناع حالة التلبس. تمام. مع احترامنا لرجال الشرطة بس في تجاوز بيحصل. والله يعني هو دايما بتلاقي فينا دايما في كل مهنة فيها وفيها. بالظبط. واخد بال حضرتك؟ فاول حالة هي حالة التلبس بالجريمة. الحالة الثانية حالة اذا صدر اذن بالقبض او تنفيذ امر بالقبض. تمام. صدر يعني حكم محكمة. حكم محكمة أو أمر بالقبض من النيابة. أو أمر من النيابة العامة مثلا. بالضبط وإحضار أو كذا. تمام. في حالة قبض قانونية بقبض على واحد على حالة يا إما حالة تلبس يا إما حالة قبض قانونية بأمر من المحكمة أو بأمر من القضاء. في هاتين الحالتين فقط يحق إيه القبض على الشخص. تمام. وتفتيشه. طيب لو اتفضل. لو مفيش هو يعني الحالتين دول مش موجودين. ايوه ما احنا ده اللي هنيجي نتكلم فيه بالتفصيل. طيب فضل. انا واحد ارتكب جريمه المجني عليه راح بلغ رجل الشرطه وقال له ده فلان سرقني ضربني كذا كذا ايه بلغه بالواقع. اخبار المجني عليه لمأمور الضبط القضاء او رجل الشرطه لا يبرر ليه ان هو يروح يقبض عليه ويقول ده حاله تلبس بالجريمه. لابد ان يشاهد مأمور الضبط بحسب لازم نكون كلامنا واضح ومحدد. لابد وان يشاهد مأمور الضبط القضائي الجريمه بحاسه من حواسه يا اما الرؤيه او السمع او الشم مثلا. تمام. في حاله مخدرات شم رائحه مخدر فبالتالي حاله تلبس. فبيقول عليها القانون التلبس حاله عينيه بالزبط. تلازم الجريمه وليس شخص المتهم. تمام. يعني يشوف الجريمة. يعني هو شاف حاجة لازم يكون شايف حاجة عينية بتقول ان هو في جريمة واقعة. في جريمة واقعة. وعقوبتها تزيد على حبس. مش حد قال له كلمة او حد اداله معلومة يجري وراء. لا. لا لا لا. يعني لازم يكون في الحالة شيء دي عيني قدامه. في الحالة دي اذا كان وقعت الجريمة وحد اخباره يتعين عليه يتحرك اللي هو بيعمل محضر بياخد الاقوال ويعمل تحرياته وينتقل الى النيابة العامة يستصدر من النيابة العامة اذن بالقبض او بالتفتيش. تمام. يبقى في الحاله دي بقى رجعنا للاصل اللي هو القبض على نمره 2 اللي هي الامر القضائي. نتكلم في التلبس ليه حاجات ممكن ما تاخدش بالها ومحكمه النقض وضحتها جدا. طب احنا عندنا واحد يعني ايه التلبس قلنا حاله عينيه وجريمه واقعه. طب حاله الارتباك او الخوف. في ناس عندها شخصيه مجرد تشوف رجل شرطه يرتبك. بالظبط. مش لازم يكون هو مجرم. يعني مش لازم يكون في عنده جرم. هو في ناس فعلا بمجرد ما بتشوف ضابط شرطه قدامه تلاقيه هو ارتبك. ارتبك يعني. واخد بال حضرتك؟ الارتكاب الارتباك والخوف مهما كان لا يوفر حاله التلبس. وهياخدنا لحته تانية اللي هي حاله الاستيقاف. تمام. انا راجل ضابط شرطه موجود بمر في الشارع راكب البوكس او ماشي على رجلي بلابس لبس رسمي او متخفي بلبس مدني شفت واحد اضطرب او خاف او شاف البوكس وجري هل ده يبرر الاستيقاف الشخص؟ لا يبرر. لا يبرر مهما. تمام. كان الارتباك والحيره. تمام. والخوف لا يبرر الاستيقاف. طب هتقولي ايه شروط الاستيقاف؟ ان مأمور الرجل الشرطه يوقف الراجل. واضحه كده وبصراحه كده وعبارات واضحه زي ما محكمه النقض قالت لابد وان يضع الشخص نفسه طواعيه واختيار. تمام. موضع الشك والريبه. تمام. يضع الشخص نفسه طواعيه واختياره. بالزبط. موضع الشك والريبه. بالزبط. مما يستدعي تدخل رجل الضبط لكشف امره. تمام. لكن انا ماشي في الشارع بالليل الفجر بالنهار ماشي عادي راكب عربيتي. لا. لا. واخد بال حضرتك؟ لازم يعني الماضي يعمل حاجه فيها شك في ريبه وشكه وريبه ان هذا الرجل يستدعي تدخله يستوضحه. بالظبط. عن امره. تمام. طيب هتيجي تقول لي طب انا ماشي كمين او رجل الشرطه في الشارع يقول له بطاقتك. تمام. ده يحق لرجل المرور لرجل الشرطه في الشارع؟ لا يجوز. لا يجوز الا اذا. تمام. نيجي اهو السببين الاولانيين اللي نرجع للكلام الاول الا اذا وضع الشخص نفسه
طواعية واختيارا تمام موضع الشك والريبة. طب ما فيش هو حد يعني ماشي في الشارع كويس، ما فيش اي حاجة، لا في ارتباك ولا في حالة تلبس في اي جريمة يجي يقول له بطاقة، ولا في، هو طبعا ما يعرفش الشخص ده فبالتالي ما يعرفش اذا كان في امر قضائي بالقبض عليه او لا، يعني ثلاث اسباب مش موجودين وعايز يقول له هات بطاقتك ويكشف عليك. ده من حقه؟ لا مش من حقه. ليه؟ محكمة النقض قالت فيها وردت عليها وتعرض عليها، قالت لا يحق لرجل الضبط طالما لم تتوافر حالة التلبس أو الاشتباه والريبة ولم يضع الشخص نفسه موضع اشتباه وريبة أن يطلب منه تحقيق شخصيته للبطاقة. ليه؟ لأنه يتعارض مع الحق الدستوري للمواطن في التنقل بحرية، دي نمرة واحد. تمام. ويتعارض مع حق المواطن في قرينة البراءة. تمام. ان كل اللي احنا هنرجع لكلامنا ده بنسمع كتير قوي. يعني مثلا انا عايش في منطقة ما مثلا في السيدة سي مثلا، مظبوط، وبعدين انا مثلا جيت معايا بطاقة السيدة، جيت اكتوبر مثلا سي، يقول لي بطاقتك منين السيدة؟ ايه اللي جابك هنا؟ مش من حقه. مش من حقه، لان انت حق حق دستوري في حقوق دستوريه، تنقل في الجمهوريه اللي حق يتنقل بالجمهوريه، زي في حق دستوري ممنوع تمنع وطني من دخول مصر، يعني انا مسافر بره في الدول او كده تمنعني من الدخول او او تبعد مواطن تقول له سافر بره او لا، ممنوع دستوريا. حق المواطن حقه في التنقل بحرية، حقه في دخول إلى بلده، حقه في المرور فيها، حقه خروجه من بلده إذا لم يكن عليه شيء. تمام. إذا لم يكن عليه إلا إذا في منع منع من السفر. تمام. في جريمة، ما فيش أمر قضائي أو ما فيش أمر قضائي، خلاص يعني هو إنما يجي حضرتك يجي واحد مواطن ماشي في الشارع يقول له بطاقتك، طب ما معهوش بطاقة. تمام. إيه العمل؟ يقبض عليه او يفتشه؟ هنتكلم برضو كده اذا جاز القبض. انا اعرف ان في قانون او في جنحه بتقول في جنحه عدم حمل البطاقه، بطاقه شخصيه. تمام. هي مخالفه، ما ده اللي احنا هنتكلم فيها، اللي قلنا البطاقه او رخصه القياده. تمام. دي مخالفه عقوبتها الغرامه من 100 جنيه ل 200 جنيه، وبالتالي ما فيهاش حبس اللي احنا حطينا القيد، يعني مش اللي ما يزيدش عن 3 شهور، يعني ما يصطحبوش الى اسم الشرطه، لا ولا يعملوا له حركه ولا ده قبض. ده قبض. لا ما يعملش ده قبض. ومنعه من الحركه ومنعه من الحريه، مش من حقه، لان دي جريمه، هي اي مكان مخالفه او جنحه او جنايه بيسموها في القانون. طب محمد بيه، هو الضابط الشرطه برضو احنا عايزين يعني ايه برضو نقول يعني صح، ضابط الشرطه هو الراجل ما معهوش بطاقه، ما معهوش تحقيق شخصيه. تمام. يحرر محضر، هو عرف منين يعني هيحرره باسم سيه مثلا مصطفى حسين، هو مش عرفه اللي يدلي بيه، ما هو حضرتك ما يعرفش اذا كان ده، ما انا بقول لحضرتك يعني هو مصطفى حسين او لا، ما ماشي بيعمل له محضر عدم حمل بطاقه، القانون يعاقبه بال100 جنيه الغرامه. ده يعني على اساس طب ما معهوش ال100 جنيه مش هيدفع، لا مش هيدفع، يمشي. ما دي زي تذكره المترو مثلا او عدم لبس الكمامه. تمام. ما معيش ال100 جنيه. انت بتاخد بيانات وتحرر له محضر ويتم حضرتك، ما هو البطاقه اصلا مش موجوده، بياخد من اقواله من بياناته، من بياناته ده اداله بيانات حد تاني مش بتاعته. مش مشكله باشا، في مبدا قانوني مهم، الخطا في العقوبه واحكام النقض مستقره فيه، الخطا في العقاب او الخطا في العقوبه خير من الافتاءات على حريات الافراد والقبض عليهم بدون وجه حق. تمام. يعني ما تضحي بجزء، يعني مش هيدور الدوله او البلد، من رأيي لا مش هيدور البلد يعني ان واحد ما معهوش بطاقه ايه عدم حمل البطاقه. لا انا من رأيي برضو يعني ايه ان هو يتحقق، اصل المشكله مش في يعني ايه مش من الدفع، من حاجه سيادتك، ولا ان هو اداله بيانات. ما انا بقول لسيادتك هاجي لك اكتر من كده، ممكن تكون البيانات اللي اداها له تكون بيانات شخص تاني. مش مظبوطه بالصدفه البحته تيجي بيانات شخص تاني، برضو اتنظمت في القانون. اما ان هو قال بيانات وهميه كاذبه. تمام. ده لا يعاقب عليه، او اما ادلى باسم الاستاذ محمد ناجي. تمام. يبقى انتحى الاسم محمد ناجي الاستاذ محمد، هنا يعاقب. هجيبه منين؟ واخد خلاص انا عملت المحضر ومش اداني بيانات محمد ناجي. لو انت فتحت الباب
بغير كده الناحية التانية، لو انت فتحت الباب ان الشخص ما معهوش بطاقة وتقبض عليه لحين التحقق من شخصيته، من شخصيته او حد يضمنه ان هو ده صاحب البيانات دي. طيب واحد ما عندوش حد يضمنه، واحد مغترب، واحد جاي من حتة تانية او اعيش لوحده. انا والله ما انت كده مركب اللي معليش يعني لا، حرية الافراد، وخاصة احنا بنتكلم في ايه، في فعل مش مجرم قوي، عدم حمل البطاقة او عدم وجود رخصة. طيب تيجي في الشارع الشرطة بتعمل كمين، انا كمان جاي لك اكتر كمين كمين، يجي ايه يوقف العربيات ويوقف اللي راكب فيها. تمام مظبوط. تمام بالليل مزبوط. بالنهار في ميدان عام في حتة شعبية. تمام. هل الكمين ده ان هو من حقه يوقف اي شخص كده ويوقف اي عربية ويقول رخصتك حتى؟ لا، ممنوع قانونا. طيب. محكمة النقض. طيب ايه ايه لا يعني لابد ان يكون، ما هو ايوه امتى ليه الكمين؟ هتقول لي طب وعامل الكمين ليه؟ كمين ليه يعني؟ عامل الكمين ليه؟ عامل الكمين لحفظ، لان رجل الشرطه ليه وظيفتين، وظيفه قضائيه ووظيفه اداريه حفظ النظام. تمام. ان هو يبقى متواجد في الشارع لفرض الرقابة. ما كده مش هيقدر يحفظ نظام. أيوة يعني هيحفظه ازاي؟ ما هو واقف ومش هيقدر هو يقبض على حد يعني. ايوه. الا اذا ما هو انت وجود رجل الشارع في الشارع يبقى منع اللي نفسه تهم بارتكاب جريمه هيرتجع. طب لانه هيبقى كده متلبس بالجريمه. طيب يجوز القبض عليه. محكمة النقض قالت ايه في الموضوع؟ محكمة النقض قالت ان عمل كمين ل التحري عن الأشخاص ببطاقاتهم أو الاستعلام منه أو الرخصة القيادة لا يبرر غير مسموح به قانونا، لأنه يتعارض مع قرينة البراءة وحق المواطن الدستوري في حرية التنقل. إلا إذا. تمام. إلا إذا. إلا إذا. تمام. في الكمين. تمام. نتكلم على الكمين. إلا إذا كان الشخص وضع نفسه طوعية واختيارا موضع الشبهات والريب. تمام. يعني طالما حضرتك محمد بيه ناجي راكب عربيتك وماشي الفجر. تمام. راجل لا في اي حاجة وراكب عربيتك او ماشي على رجلك وعديت على كمين يجي يوقفك ويقول لك رخصتك او فين بطاقتك، ده غير قانوني لانه يتعارض مع حق، لان القانون ما جرمش حد يمشي بالليل مثلا. تمام. ما جرمكش تمشي بالشارع. بس هو اكيد القانون جرم اي حد يمشي بدون تحرير شخصيه. ما حطها عقوبه. ما هو برضه لابد ان يكون العقوبه متناسبه في مبدا عداله، وفي لابد ان تكون العقوبه متناسبه مع الخطا او الجرم. اللي هي عدم حمل البطاقه ده 100 جنيه او. طب رخصه القياده، معهوش رخصه قياده، دي عقوبتها ايه في قانون مرور؟ مخالفه. مخالفة. مخالفة قد تصل إلى ألف جنيه أحيانا. لا، ألف جنيه طالما ما ممكن وصلنا. ممكن ما يكونش معاه رخصة أصلا. ماشي، عدم حمل مخالفة. 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 لسه ما وصلناش لعقوبة الحبس. الجريمة عقوبتها الحبس أكثر من 3 شهور. ما احنا حطينا قاعدة عامة في الأول. مظبوط. إن لا يجوز القبض على الشخص أو توقيفه، اللي احنا بنقول عليها في الشارع الاستيقاف أو توقيفه، إلا إذا كان متلبس بجريمه يزيد مده تزيد عقوبتها عن الحبس مده 3 شهور، او متلبس بجريمه او وضع نفسه موضع شك وربا. طب هتيجي تقول لحضرتك واحد شاف 2 راكبين عربيه دخلوا على كمين، واحد شاف الكمين فراح فتح باب العربيه وجري، في اصعب اهو كده اهو. لا تمام، ده هروب. هروب. طبعا محكمه النقض قالت لك جري او هروب الشخص من الكمين لا يبرر، لا يوفر حالة الاشتباه فيه اللي هي الشك والريبة ان انت تقبض عليه. يعني هو جري فتح باب العربية وجري ليه؟ هو جري. قد يكون حامل مواد مخدرة معاه يعني. حامل. انت ما شفتش مخدر. بس هو عمل وضع، حط نفسه موضع شك وموضع ريبة. محكمة النقض قالت الارتباك، الخوف، الاترعش، جرم للكمين لا يبرر، لا يعتبر من الشبهات اللي هي تبرر الاستيقاف او القبض. تمام. وده صح، بل بالعكس يمكن لو انا هنقول الافضل وده يعني يا ريت الكمائن او في حاله التعامل مع الاشخاص عند القبض عليهم في الشارع او كده لابد ان يكون هناك تصوير. تمام. تصوير اللي احنا بنشوفه بره 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 بنشوفه بره فين؟
في ان رجال الشرطه لما بيجي يوقف بالعربيه او كده بيكون متصور سواء الكاميرا موجوده في عربيه الشرطه او في الخوذه اللي لابسها. ليه؟ لان ضمانه، لان انت المحضر اللي بيحرره ضابط الشرطه، لان لا مردود بعد كده لا يطعن عليه الا بالتزوير. فهو لو ادعى ان، وده اللي بيتم ما ان شاهدناه، حتى القى شيء مخدر مثلا. تمام. القى شيء مخدر فتتبعناه بنظرنا فتبيناه وجدناه يشبه الحشيش او يشبه نبات البانجو. ده اسمه اختلاق حاله التلبس. اختلاق من رجل الشرطه وليس تلبس. وبالتالي المحكمه بتديله براءه. اختلاق يعني لابد ان يتم الكشف عن التخيل حتى محكمه النقض. يعني مثلا هقول لحضرتك حكم نقض، لو واحد بسن في الشارع، رجل الشرطه قال له بطاقتك، وهو بيطلع البطاقه وقعت من جيبه حاجه، تمام. لفافه، تمام، واخد بال حضرتك، تمام. اللفافه مش باين ايه اللي جواها، تمام، مش هيبان ايه اللي جواها الا لما يفتحها، لما يفتحها الضابط، تمام. ده فتح اللفافه لقي مخدرات، تمام، واضح احنا ماشيين مع بعض بوضوح. زي الفل. هل يعتبر ده تلبس؟ لا لا، تلبس ليس تلبس لمحكمه النقض، لان ده يعني مش تخلي باراده الشخص، ده وقعت منه عرضا. ايوه بس هي موجوده، دي موجوده في جيبه، ده يعني هو ايه عرضا من جيبه. لازم التخلي اللي هو بيقولوا ايه، رماها. تمام، رماها بقصده، رماها إيه؟ يعني كانت اصلا معاه ورماها، أو يعني رماها. خلاص موضوع كده يعني، ورماها يعني، ويكون باينه المفروض ده تلبس فعلا يعني. ايوه مش باين، انما وقعت او لابد ان يكون متخلي عنها بارادته. انما وقعت من جيبه دي كده مش متخلي عنها، ده وقعت غرضا. يعني لو هي وقعت من ايده وهو بيطلع المحفظة او حدفع دي، خلاص كده موضع. انما لو وقعت غصب عنه خلاص لا يعتبر تخلل. انما رماها، ده اللي ايه، يبقى توافر حالة التلبس. او شمت ريحة دخان، ده تلبس. يشتبه ان ده بيرتكب جريمة تعاطي مخدرات. وفي عقوبة احكام الدنيا. خلاص. ما احنا بنتكلم فحرية الافراد تستلزم التشدد فيها. تمام. وده اللي احنا بنقول لابد، وده موجود عندنا فعلا في ايه، في قضايا الرقابة الادارية. تمام. قضايا الرقابة الادارية لما بتيجي تضبط بتكون عاملة صوت وصورة. تمام. لازم صوت وصورة. صوت وصورة. عشان ليه؟ عشان ضمان. ايوه. ما حدش يجيله شك. الرجل ده اتهم وارتكب، ولذلك ايه، بنقول قضايا الرقابة الادارية بتاخد حكم. ليه؟ لانها معمولة صح. طبعا. بالظبط. معموله صح. صوت وصوره. فانت هتجادل في ايه وهتنكر في ايه؟ انما التلبسات احكام كتير بتاخد براءه، لان ممكن ما يكونش توافر حاله التلبس او حاله الاستيقاف. تمام. هياخدنا ده لحته تانية. اللي هو وقف في الكمين، والناس اللي احنا سمعناه عليه تحليل مخدرات بتاع السائقين. تمام. الكلام. ايوه بالظبط. طيب السواق، انا يعني وقفته في الكمين، شكيت فيه، خدته. أيوة. وعملت له تحليل، طلع تحليل ايجابي، يتعاطى مخدرات. الكلام واحد، ما احنا عايزين ما ننساش كل الكلام اللي احنا قلناه. تمام. محكمه النقض، انا ما بقولش كلام محمد حلمي، لا انا بقول كلام محكمه النقض. محكمه النقض وارقام الاحكام موجوده للي يطلب اديها له. تمام. محكمه النقض قالت ان عمل كمين وطلب تحليل مخدرات من السائق لمجرد الاشتباه، تمام، انه متعاطي المخدرات باطل قانون، وما يسفر عنه باطل القانون. ولا بد وحتى اساس باطل يبقى ما يسفر عنه، ما يسفر عنه باطل. وقالت اساسه ايه؟ لابد برضه، تمام، ان يكون السائق، لو سائق العربيه اللي انت اشتريت، وضع نفسه طواعية واختيارا، موضع الشك والريبة يعني لازم يكون هو ايه، ماشي يتطوح بالعربية. شاورتله مش طب يعني، ما هو سهل جدا رجل الشرطة يقول الراجل ده وهو داخل على الكمين، ما هو ده هيقول كان ماشي بيعمل كده بيعمل كده، فانا وقفته وبعدين ان انا خدت منه عينه عشان احلل اشوفه. ما هو ما احنا ده ارجع لضميره بقى، ما احنا ده اللي بنقول راجع لضمير الضابط الشرطه. احنا بنتكلم على الضمانات القانونيه.
هل يجوز ليك ان انت اي سائق كده في اجي كضابط شرطه في كمين وقفه واقول له تعالى اعمل لك محل تحليل مخدرات عشان شكله مثلا اسنانه صفر او عامل سجاير او بيشرب سجاير او كده؟ لا لا يجوز قانونا. تمام. ليه؟ لانه هذا الشخص لم يضع نفسه موضع شك وريب. تمام. واخد بال حضرتك؟ فده غير جزء. طيب جاز القبض على الشخص، حكم السيارة ايه؟ يعني هل انت تقبض على الشخص وتفتشه وتفتش سيارته؟ السيارة بتأخذ حكم الشخص، ينطبق عليها نفس ما ينطبق على الشخص. الشخص اذا جاز القبض على الشخص يعني انا جاي في كمين ارتكبت مخالفة مرور سرعة، يروح جاي رجل الضبط مفتشني ومفتش العربية، لا يجوز. تمام. انا عملت جريمة سرعة. سرعة. دي مخالفة. تمام. لا تبيح لرجل الضبط ان هو يفتش العربية. ما فيهاش حبس يزيد عن 3 شهور او بداية من 3 شهور تاني. فبالتالي هي مخالفة يعني. انما ماشي عادي وما فيش مخالفة سرعة، لا يجوز ليه ان هو يوقفه اصلا. تمام. ولا يطلب رخصته ولا يطلب، الا اذا مثلا سيارة مبلغ بسرقتها. طبعا ده موضوع تاني. ما هو يبقى هنا ده بيستند مش لانه وقفوا استوقفوا في الشارع، ولكن وقفوا لان دي سياره مبلغ بسرقتها ودخل عليا العربيه اللي مبلغ بسرقتها. من حقه بقى اوقف واستوضح واشوف العربيه واقبض، لان ده بيعتبر امر قضائي. امر قضائي. خلاص. يعني ينطبق عليه بقى ده امر قضائي كده انه يفتش السياره. يجوز كده القبض. اذا جاز القبض على الشخص جاز تفتيشه. تمام. وتفتيش بنقول عليه تفتيش وقائي. طب محمد بيه، انا رحت عند يعني اقبض على حد مثلا كضابط شرطه، اقبض على حد في بيت معين. تمام. عليه حكم في امر قضائي بيحبسه. ولقيت عنده حد صديق او ضيف عنده او ان كان. سؤال جميل جدا. وهو عمل حاجه فيها شك او فيها ريبه ان هو يعني ممكن يكون هو ليكن متعاطي مخدرات او حامل للمخدرات، حكم ضابط الشرطه هنا يتعامل مع الشخص التاني ايه؟ حلو. معلوش حكم. هنقول حاجتين. بره البيت راكب واحد في امر صادر بالقبض على سي. بالظبط. وراكب عربيته وراكب معاه جنبه في العربيه صاد. تمام. انا كرجل شرطه عندي امر بالقبض على سين. تمام. هل يجوز لي ان انا اقبض على صاد اللي موجود مع سين؟ بدايه لا. افتش صاد اللي راكب مع سين؟ لا. طيب هو سين مش عليه حكم قضائي. اقبض على سين ماليش دعوه بصاد. تمام. يعني هو يعتبر هنا صاد يعني يعتبر متستر على الجريمه على الراجل ده. لا متستر، انا راكب مع واحد ماليش دعوه، انا هو عليه جريمه مصدور له امر قبض. فرجل الشرطه وقف العربيه. لو عنده في البيت. لا ما احنا هنكمل حالتين. واخد بالك؟ الحاله الاولى اللي هي بره في الشارع. تمام. معايا سيادتك؟ تمام. فاللي هو انت معاك امر بالقبض على محمد. تمام. ما ينفعش تقبض على احمد اللي راكب معاه في العربيه. الا اذا قامت، ده كلام محكمه النقض، دلائل كافيه. تمام. على ان اللي راكب مع الرجل التاني ده في بيخفي اشياء. تمام. واخد بالك؟ بيخفي اشياء يتخوف منها او اشياء تعد جريمة. دلائل كافية. وطبعا اما محكمة النقض بتقول الكلام ده بتسيب رجل الشرطة بينفذ هذا الاجراء تحت ايه؟ اشراف النيابة العامة. بيكتب محضره تحت اشراف النيابة العامة وتحت تقدير، والامر متروك في تقدير المحكمة. تمام. تشوف اذا كان في التقدير بتاع رجل الشرطه ده سواء الدلائل الكافيه او الاشتباه اللي هو وقف الشخص عليه كافيه ولا مش كافيه. لو هي كافيه بتقر ما قام به، ما هياش كافيه بطلان كل الاجراءات ان شاء الله حتى معاه طن مخدرات. تمام. فالحاله اللي هو القانون قال لا يجوز، الاول نتكلم عن النص، لا يجوز القبض على شخص غير المأذون بقبضه بالقبض عليه الا باذن. تمام. مش النيابه كمان. ده أشد من القاضي مسبب. القاضي يعني القاضي يعني حكم محكمة. لا ما هو ما بيبقاش أو أمر ضبط من القاضي مش من النيابة، من القاضي. إذا كان شخص غير المتهم إلا بإذن إن التحقيق استرقى القبض على شخص تاني غير متهم أو تفتيشه، يبقى لازم إذن من القاضي.
زي اللي هي المحادثات التليفونيه. محادثات التليفونيه لا تملك النيابه ان هي تدي اذن بالمحادثات التليفونيه، لابد ان يكون الاذن صادر من القاضي. دي حاجتين تشدد فيهم القانون. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. فنيجي للبيت. البيت عشان تدخل البيت، نرجع للدستور زي ما احنا قلنا في الاول، لابد ان يكون في اذن حاله تلبس، ماشي؟ وطبعا انت مش هتشوفها لان انت في البيت، ان يكون اهل البيت الاول طلبوا مساعده رجل الشرطه، حريق، صويط، واخد بالك؟ فطلبوا فدخل للبيت. تمام. بدخول كده ايه مشروع، ان هم دعوه، اللي تمام. اهل البيت دعوه. تمام. او دخل بناء على اذن، لان للبيوت حرمه لا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا باذن قضائي مسبق. تمام. دخل لقي شخص موجود، نرجع للقاعده، هل هناك دلائل كافية على أن هذا الشخص يحمل أو يخفي أشياء تفيد في كشف هذه الجريمة أو لا؟ إذا ما كانش أو متلبس في جريمة. تمام. طيب تمام. واحد داخل يقبض على شخص تنفيذ لحكم. تمام. هل يحق ليه يفتش البيت؟ لا. تمام. إلا إذا مثلا داخل يقول عرضا دخلت في الصالة لقيتهم قاعدين بيقطعوا حشيش. تمام. دي تكشفت اليه عرضا. عم بي نستسمحك بس معانا اتصال تليفوني من الجيزه. اياد. اياد اهلا وسهلا اياد. اهلا حضرتك. اتفضل. لو انا حامل سلاح. نعم. توقفتني اللجنه. حامل سلاح. ومعاك رخصه من سنتين. معاك رخصه من سنتين. ايوه. تمام. رخصة سلاح ولا رخصة قيادة؟ لا رخصة السلاح بس نسيها. نسيها. يعني انت نسيها. انت اصلا يعني في عندك اصدار لرخصة سلاح موجودة معاك مش كده؟ ايوه. بس انت في اليوم ده انت معاك السلاح بس ما معاكش الرخصة مش موجودة. بالظبط. طب تمام، سيادة المستشار هيرد على حضرتك. اذا كان ماشي في الشارع برضو نرجع للقاعدة العامة الأول، أنت ماشي في الشارع والسلاح ظاهر ولا غير ظاهر ولا راكب في عربية؟ يعني أنا راكب في العربية وحاطط سلاحي في، حاطط أي سلاح غير مرخص. تمام. حاطه تحت الكرسي، حاطه في التابلوه. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. يجي السيد الضابط في الكمين يروح منزلني ومفتش تحت الكرسي أو فتح في التابلوه، ده غير جائز قانونا، وإذا ظهر شيء فهو باطل. يعني هو لو طلع السلاح من قلب العربية عمل له قضية بحمل السلاح. انا لجرائي انا ماشي طبيعي. تمام. وحاطط السلاح من غير مرخص. تمام. تحت الكرسي او في التابلو. تمام. معايا حضرتك؟ تمام. في لجنة راح منزلني، انت نزلتني، هو نجي للاساس، انت نزلتني ليه؟ هل هناك انت شهدتني بارتكاب جريمة؟ هل انا وضعت نفسي موضع شك وريبة يستدعي تدخلك؟ ما حصلش حاجة من دي. يبقى انت اللي بدأت بإجراء باطل. إجراء الباطل ده كشف لك سلاح، هذا الإجراء باطل وبالتالي يبطل كل إجراء لحق عليه. هو ما يتم عليه، هو لحق، هو باطل. وهو باطل. واخد بال حضرتك؟ اما اذا كنت انا ماشي في واحد ماشي في الشارع وشاري المدفع رشاش، مدفع رشاش ده ملهوش ملهوش ترخيص. لا هنا في شك وفي ريبه وفي تلبس. بالظبط. ده انت مفيهوش اصلا مفيهوش ترخيص. بالظبط. ده طبعا حاله تلبس. يقبض عليه ويفتشه. تمام. طيب انا حامل سلاح، واخد بال حضرتك، وماشي في الشارع ونسيت الرخصه. يستوقفني لان انا الحالة بتاعتي تدعو رجل الشرطة للتدخل لاستكشاف والتحقق من حقيقته. سلاح ظاهر في جنبي، السلاح ده مرخص ولا مش مرخص؟ تمام. معايا؟ فالعملية واضحة وبسيطة. طب ما يقدر الضابط يستدل من اسم الشرطة اللي هو التابع ليه على طول اذا كان في رخصة باسمه، ان هو اللي وقفه. ما ده خلاص. طب انت معاك ترخيص وناس الترخيص، لا عقاب ولا جريمة. تمام. لكن حامل سلاح بدون ترخيص ده جريمة. حمل سلاح بدون ترخيص. وعلى فكره الناس كمان يمكن ما تعرفش السلاح، ان السلاح بيشمل اي يعني طبنجه او مسدس او مدفع او بندقيه او سكين في غير مقتضيات العمل. يعني واحد ماشي بخنجر او ماشي بسكينه وهو مثلا مش جزار. تمام. ماشي بسكينه ليه؟ طب معاه سلاح صوت. صوت. سلاح الصوت. ما احنا برضك هنيجي نقول غير لا يلزم ليه ترخيص. سلاح الصوت لا يلزم ليه ترخيص. تمام. والقانون الجديد ما استحدثش حاجه في الموضوع؟
القانون الجديد يعني نص على ان ترخيص مسدس الصوت اذا كان بيستلزم للعمل بس، واخد بال حضرتك؟ بس في الحته دي نرجع برضو للقاعده، اكتشفت السلاح بطريقه مشروعه يعني ظاهر وكده وباين، فانت مش عارف، ممكن مش عارف المسدس الصوت شبه المسدس الحقيقي بالظبط او بيحتاج برضك بيبقى ساعات بشكل واحد بشكل واحد. وتاني حاجه هي بترجع كمان للمعمل الجنائي ان هو يشوف الماسوره مششخنه ولا غير مششخنه يستصلح، لان مسدسات الصوت اصلا بيتم عليها تعديل بالظبط، فبيتعمل لها تعديل تصلح لاطلاق الاعيره الناريه الحيه. فده يستدعي تدخل رجل الشرطه. تمام. اذا برضو كذا اكتشف الامر بايه في يعني تلبس بيه او وضع نفسه موضع شك غريبة زي ما احنا بنقول. لكن حاطط طبقانجه صوت او حقيقي في التابلو زي ما احنا قلنا لا يستدعي. بس هي ما فيهاش حبس، ما فيش حكم مثلا، هي يعني بالنسبه لطبقانجه الصوت ما فيش حكم قضائي بيمنع ان هي تبقى موجوده معاه الا اذا كان صالحه للاطلاق النار، لو معدلة، لو هو يعني لو الماسورة دي تعديل لو معدلة بالظبط لكن اللي غير معدلة او اثرية ولا تصلح لطلق نار، يعني في اسلحة بتبقى اثرية حقيقية بس اثرية لا تصلح الابرة او كده، لا تصلح، لا تتوفر بها الجريمة. تمام. الذخيرة بتاخد حكم السلاح. الذخيرة الحية الطلقة يعني الطلقه تاخد حكم زيها لا مجرمه بس برضو نرجع ونقول في القاعده العامه لازم هل في حاله تلبس ولا لا، لكن هنقول حاله التلبس صراحه الذخيره مجرمه، الطلقه مجرمه والسلاح مجرم وياخد فيها حكم حبس في الطلقه بدون سلاح بالظبط كده زي سيجاره الحشيش وطن الحشيش. طيب بعد اذنك في اتصال تليفوني محمود من الغربيه. اهلا وسهلا محمود. الأهلوبية أهلا وسهلا محمود. أهلا وسهلا. أهلا بسعادتك. أهلا سعداء بالأساتذة الأفاضل أنت بتجيبهم في الحياة. ربنا يخليك يا حبيب قلبي، ربنا يعزك. كل سنة ومعاليكم طيبين وبخير. أنت طيب يا فندم وبخير يا رب. اتفضل يا فندم. اتفضل. أنا هنخرج بقى من القانون الجنائي، هنتعب سيادة المستشار شوية. اتفضل يا فندم. بقى في القانون المدني، ندخل في القانون المدني. هل يسمح لنا ولا لا؟ اتفضل. اتفضل يا فندم. ماشي يا سعادة المستشار. دلوقتي إيه شروط صحة العقد بين الطرفين طبقا لنص او القاعدة العامة العقد شريعة المتعاقدين؟ متى يكون العقد شريعة المتعاقدين؟ دي نقطة بين الطرفين، وخاصة اذا كانت هناك منشأة تم التعاقد معها والمنشأة دي مرتبطة بقانون دولة يمشي على وزير التربية والتعليم اللي هو طبعا معروف الاجازة الصيفية. شخص ما حكى لي هذا الوضع وانا قلت اصعد الموضوع لسعادتك يعني. طب الاول نتكلم معلش عشان اوضح لك، انهي عقد تقصده؟ عقد بيع ولا عقد ايجار؟ لا عقد، انا هقول لسعادتك حصل مزاد، اجراء مزاد على تاجير الكافتيريا الموجوده في الكليه. تمام. تاجير الكافتيريا والمكتبات اللي هي موجوده في المنشاه التعليميه. وضحت لسعادتك كده؟ واضحه. عقد مزاد، طبعا اعلن عن هذا المزاد في الجريده الرسميه طبقا للقانون. تمام. والاخ ده حضر المزاد بدون اي مستندات، يعني مخالف تماما لشروط تطبيق القانون اللي هو قانون الايجارات ده او التاجير ده. لا في سجل تجاري ولا يحمل شركه باسمه ولا يوجد اي شيء. وعن طريق الناس اللي ساعدوه هناك قدر ان هو يستحوذ على عقد الايجار هذا. يعتبر هنا ايه مدى صحه العقد في الحاله دي طالما لا يوجد له سجل تجاري ولا بطاقه ضريبيه؟ بذلك يكون مخالف للقانون. ادي حاجه. يبقى انا دلوقتي عايز اقول متى يكون العقد صحيح بين الطرفين طبقا للقاعده العامه في القانون العقد شريعه المتعاقدين. المنشاه التعليميه مرتبطه باجازه، والمصدر الاساسي اذا رسي عليه العطاء على انه ياخذ الكافريات المصدر الطالب. الطالب بياخذ اجازه. الطالب بياخذ اجازه طالما المصدر الاساسي لدفع الايجار مش متواجد على مدى 3 شهور ولا 4 شهور. ايه موقفه بقى من الاربع شهور دول؟ هل يندفعوا ولا ما يندفعوش؟ وشكل افضل. ده جميل قوي. اتفضل. الاول هنتكلم، الراجل بيتكلم في شروط صحه العقد وده موضوع حلو قوي ونحب نتكلم فيه. فضل. الاول في شروط عامه اللي هي اهليه المتعاقدين. تمام. لازم يكون الشخص ليه الاهليه القانونيه اللي احنا بنقول عليها سن الرشد بلغ 21 سنه. تمام. واخد بال حضرتك؟ دي شروط عامه. وان يكون هناك رضا. تمام. ما يكونش فيه اكراه، ما يكونش فيه غش، ما يكونش فيه تدليس.
تمام. واخد بال حضرتك؟ رضا بالتعاقد، وليس هناك غش او تدليس او نقص في القوة العقلية لأحد الطرفين. تمام. واخد بال حضرتك؟ دي اسمها شروط مؤهل شروط عامة. يعني تعاقد بحرية وباختيار وعن وعي كامل. تمام. بدون أي تدليس. بعد كده تعيين المكان، المحل اللي أنا هيتم التعاقد عليه. تمام. شقة، أرض، كافتيريا، محل. فده يتعين تعيين مزبوط. واضح. إنما ما يتمش تعيين كذا. نمرة ثلاثة، داري حتى لو تم فيه تأثير في المعاينة من المستأجر فهو حر بقى، هو اللي أصرف حق نفسه يعني. لا، ما هو برضك هنقول لحضرتك القانون برضك هيتكلم في الحتة دي، في فرق بين العيوب الخفية والعيوب الظاهرة. تمام. العيوب الخفية اللي ما كانش يقدر يتحقق منها، اللي بيستأجر أو بيشتري بمجرد الدخول. يعني مثلا مش مملوك في عربية، مثلا في هيكل شاسيه بتاع حاجة ما تشافش، دي عيوب ظاهرة. يعني واخد بال حضرتك؟ انما اذا كانت عيوب خفية القانون قال ان هو يرجع ليها بس في حدود سنة من تاريخ التعاقد. تمام كويس. يعني جميل. سنة كفيلة جدا. اللي هي العيوب الخفية، الخفية دون بالزبط. العيوب الظاهرة. تمام. واخد بال حضرتك؟ طبعا الغش الغش يبطل جميع التصرفات. تمام. نمرة اتنين، المدة. اذا كنا في عقد الايجار، تمام، زي عاد لابد ان يكون محدد في ايه مده العقد. تمام. مده العقد فيها كلام كتير مش مجالنا نقوله النهارده، من يوم، من شهر، من ساعه، حسب المكان، من عمر الشخص. تمام. يعني ممكن نقول المده يحق لي ان انا اجر مثلا شقه لواحد طوال حياته. محكمه النهضه اعتبرت حياه الانسان مده، لانه طالت او كسرت لاجل. يعني ممكن يتعمل، يعني دلوقتي ممكن يتعمل عقد ايجار مكتوب فيه مدى الحياه، مدى حياه المستاجر، مدى حياه المستاجر. ده يعتبر مده، ويعني وبس تلغى بعد حياته، بعد انفضاض حياته. واحد بيعمل لابوه مثلا، ما يتحددش بقى مده معينه، ما فيش بقى سنه 2 5. لا يعني خلاص. خلاص مرتبطه بعمر الانسان. فالمده بتختلف. تمام. والمده في الاماكن السكنيه غير الاماكن الارض الزراعيه اللي هي بتبقى بسنه زراعيه او محصول زراعي، فالمده بتختلف. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. تمام. والاجره او البيع للثمن لازم يكون متحدد فيه قيمه ايجاريه. يا قيمه ايجاريه يا ثمن في البيع. تمام. ده الشروط العامه الاساسيه في اي عقد، اللي بدونها يبطل العقد. بعد كده يحط اضافات تانية، او كل واحد يجتهد في شروطه او ده لا وجوده او عدمه لا يبطل العقد ولا ينقصه. تمام. تمام. بالنسبه لاخونا السائل، سال في شقين. الشق الاول المزايده. تمام. واخد بال حضرتك؟ هو من وجهه نظر انه في واحد دخل مزايده ما تتوافرش فيه شروط، في الشروط بتاعه المزايده، فاحنا ما نقدرش نقول هل توافرت فيه الشروط او لا. هو ممكن ما عندوش المعلومه الكافيه. ممكن هو الشخص اللي بال قدامه ده ان هما لهوش سجل او تجاري، دخل باسمه حد تاني، باسم حد تاني، وهو باين في الظاهر بس. ايوه. وقدم السجل التجاري او ومعاه تفويض منه، مثلا عامل تفويض او صاحب الورق وحاضر هو مكانه، لكن هيكون لازم اكيد دفع تامين المزاد عشان يدخل المزاد وترس عليه المزاد. لازم يكون دفع تامين المزاد وشاري كراسه الشروط بتاعه المزاد اللي بتتحط فيه. تمام. عشان اي حد الاول يسمح ليه دخول المزاد لازم يكون شاري الكراسه ودفع التأمين بتاع المزاد، سواء نقدي أو بشيك اللي هو بتاع المزادات. تمام. نيجي للنقطة الثالثة اللي هو اتكلم فيها الحياة مهمة، اللي هي طب أنا تأجرت مثلا كافتيريا مدرسة والمدارس خدت وقف. تمام. مفيش طلبة وهو شغال على الطلبة. مظبوط. من حقه يطلب دي ظروف قهرية موجودة في البلد على الجميع يعني. بالظبط كده. تمام. الظروف القهرية تبيح لأحد المتعاقدين اللي أصابه ضرر من العقد إن هو يطلب تخفيض العقد بحسب الظروف القهرية. بالظبط. واخد بال حضرتك؟ بالظبط. ودي الدولة راعتها مثلا في المقاولين أو في الشركات أو في وقفة الغرامة أو الأقساط بتاعت البنوك في الظروف القهرية بتاعت كورونا. تمام. اللي مرت فيجوز فيها ويحق للمضرور أن يغير شروط العقد. إذن العقد شريعة المتعاقدين. و دكتور في حالة خروج حملة للقبض على أحد المتهمين، تمام،
وهو بيقبض عليه في حد جري بقى، مش هنقول في سياره، هو جري من بيت، نط من بيت جري. تمام. ما شافش معاه حاجه، ما شافش معاه اي شيء، هل ده من حقه ان يقبض عليه؟ الاول نتكلم، انت داخل رايح تقبض، هنفترض ان انت معاك اذن بالقبض، معايا امر من النيابه بالقبض عليه، ده اجراء صحيح. تمام. طب الشخص اللي جري، انت كراجل ضبط رايح تقبض على تروح اللي جري ده تقبض عليه، لا يجوز. احكام محكمه النقض. هو ساب المسكن كله جري. ما تجريش وراه، لان محكمه النقض قالت الخوف والارتباك والهروب من الكمين او من اللجنه، انا من اللجنه، لا يبرر حاله القبض والاستيقاف. تمام. لان في اشخاص زي ما بيقولوا ايه، الحاله العصبيه والنفسيه بتاعتهم بيخاف من رجل الشرطه او من رجل الضبط. فلو انت خدت حاسبته على هذا الخوف اضرت بحقوقه، وده اتجاه صحيح ومحمود من محكمه النقض في هذا الاتجاه. فكون الراجل يجري عشان في قوه جت من الاسم تقبض على حد هو موجود، صاحبه سواء صاحبه او اخوه او قريبه موجود معاه او غريبه وتصادف وجوده في البيت ساعه القوه وهرب، لا يوفر بحاله القبض والاستيقاف. طيب انا في حد معاه محفظه فيها اوراق رسميه وحاجات رسميه بتاع شخص ما، واثناء الضبط هو رمى المحفظه وقال انا ما اعرفهاش، او رجل الشرطه يعمل معاه ايه في الوقت؟ انت حضرتك شوف قلت ايه، رمى تخلى بارادته. تخلى بالظبط. لان شوف سيادتك قلت رمى زي المحفظه زي المخدر زي الحشيش، تخلى عنه. هو تخلى بارادته. يعني في حكم لحكمه النقض بتقول لك ايه، كون الشخص يضع اشياء تحت مقعده في الاتوبيس العام، تمام، ويزيحها بعيدا عنه برجله، لا يعتبر تخلف، يبيح القبض والتفتيش. ياه، هو حاططها بايديه وبيزقها. شاف الراجل البروسر طالع الاتوبيس العام مثلا وهيفتش، فراح حاططها تحت، ده حكم نقض. ليه؟ لانه ما شافش، ما انا ده صح. الضابط اللي دخل الاتوبيس ما شافش الحاجه اللي بيزقها دي ايه؟ حاجه مقفوله. ما شافهاش جايه منين. ما شافش منين، في قد يكون في اتنين تلاته موجودين في مكان واحد. بالظبط. حريه الافراد، لا يعني اصلا قرينه البراءه وحق الانسان في البراءه ده مهم جدا ومقدس، يعني زي ما احنا بنقول لا يضير العداله. تمام. افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها عقاب شخص بريء. تمام. ده مبدا هام. طيب حاجه بس ايه يعني، معلش اخيره كده. لا اتفضل. ثلاثه او اربعه ركبوا سياره اجره. مظبوط. وتصادف ان هم ما لهمش دعوه، والثلاثه ركبوا يعني من اماكن متفرقه. تمام. يعني انت عارف الاول كان يعني عربات تاكسي تمشي تاخد واحد من هنا واحد من هنا. الميكروباص اللي في الشارع. او ميكروباص. او خلينا في ميكروباص، سياره اجره ميكروباص. تمام. في كمين واقف لقى ان في مخدرات في العربيه وفي اربعه. تمام. الاول حلو قوي السؤال ده، لان حضرتك قلت ميكروباص او عربيه اجره. تمام. عربيه عامه. تمام. مش عربيه خاصه، لازم القانون فرق بين العربيه الخاصه والعربيه العامه. تمام. العربيه العامه اللي هي الاجره ميكروباص اتوبيس، العربيه العامه بتاخد حكم المحلات العامه. تمام. اللي يجوز لرجل الضبط اللي هو ضابط الشرطه ان هو يفتشها. تمام. حفظا على الأمن العام. والأمن العام. تمام. تمام. فهو وقف العربية وبيفتشها. يفتش العربية حاجة، وتفتيش الأشخاص نفسها لا حاجة. هو لقى الحاجة في الأرضية. ما نكمل اللي معليك. الأول نفرق عشان الوقت بس. نفرق بين العربية وفين الأشخاص. تفتيش الأشخاص إذا لم يضع الشخص نفسه طوعية واختيارا موضع شك وريبة فلا يجوز تفتيشه. تمام. أما يفتش العربية حقه، لقي مخدر في العربية، إيه الموقف؟ إذا قدر يثبت يتبالي إن هي تخص حد معين، ماشي، ده اسمها شيوع. ما قدرش وهي مشاعر بين الأربعة. هي مشاعر بين الأربعة. على طول ما يعملش، ياخد المخدر طبعًا يتحفظ عليه بس ما ياخدش حد منهم. ما ياخدش حد منهم لأن دي مشاعر. طبعًا اللي بيتم إن هو بياخده ويعرضه على النيابة، لكن ده مشاعر لا ينسى. محمد بيه ألف 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 شكر، ولقاء سعيد، وأنا
حقيقي مبسوط قوي 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 انا قاعد مع حضرتك وبسمع منك كلام ومعلومات كتير قوي مفيده والله. اعزائي المشاهدين، وان شاء الله حلقه جديده السبت القادم ان شاء الله.